تشوفون طبعا السياره بعدها بتشي. شوف حتى الاستيره ما شاء الله. شوف شوف لمسات البر دائما. اهم شيء السياره انه تفتحها على ايدك، هاي اهم شغله يعني. زين ليش رجعت ادعوف ادعوف؟ لا يا ابا ما انا خاف عليها شويه يعني، تعرف انت هاي سعرها. نريد نقوله ولا لا؟ لا تقول. نقوله يلا حتشوفوه طبعا بالتعليقات على قناتنا على اليوتيوب. السلام عليكم يا اهل المتابعين، طبعا كنا شايفين الجيات الابيض والتفاحي وكل الالوان، لكن اليوم ويانا جي وحيده بالعراق. جي برابوس 800 حصان، نسخه مميزه بلون الاسمنتي طبعا. مثل ما تشوفون التغييرات طبعا على برابوس هي دائما تكون مميزه بكربون فايبر، بعلامتين موجوده مع علامه البرابوس. الكاميرا الاماميه مثل ما تشوفون لون الاسمنتي ولا اروع، لون البرتغالي. برتغالي شنو؟ لون البرتقال. لون البرتقال طبعا طاغي على السياره. تعال شوف الالوان، شايفين دائما ها كله شايفيه، بس تعال شوفوا الداخل. هاي التغييرات لا. احلى ما يميز هذا السياره انه سقفها مثل الروز رويز. تفضل يا حبيبي، شوف الظهر السياره كلها كربون فايبر طبعا. السياره كلها بلاك توب جي 300. الامور كلها شايفين الدواخل. خلي يشوفون المتابعين هسه ايش لك علاقه. تفضل يا حبيبي. الله شوف الكنتاره، شوف هاي كلها كنتاره، كله شغل يدوي. خلي اسمعك صوت الصلاصه. تعال منا محمد. صوت الاكزوز يا حبيبي. يلا يلا ايه. ابرز التغييرات اللي تصير على نسخه البرابوس هي مثل تشوفون كل السياره شكو شيء من النيكل متحول الى كربون فايبر. مثل ما تشوفون شوفوا الاضواء المحيطيه، التغييرات اللون الداخلي، الجلود، سقف القماره، السياره كلها من الجلود وافخم انواع الكنتاره المستخدم بالسياره. طبعا كل الاضواء هاي كلها صناعه من شركه برابوس. مثل ما تشوفون طبعا السياره بعدها بتشي. شوف حتى الاستيره ما شاء الله. شوف شوف لمسات البر دائما. اهم شيء السياره انه تفتحها على ايدك، هاي اهم شغله يعني. زين ليش رجعت ادعوف ادعوف؟ لا يا ابا ما انا خاف عليها شويه يعني، تعرف انت هاي سعرها. نريد نقوله ولا لا تقول. نقوله يلا حتشوفوه طبعا بالتعليقات على قناتنا على اليوتيوب. ان شاء الله عجبتكم هاي التغطيه السريعه. سبق انه سلوم اخوي وحبيبي قدم الجي 700، لكن اليوم الجي 800. سلام آل هلال. نشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى. لا تنسونا من الدعم واللايك والاشتراك على قنواتنا على جميع التواصل الاجتماعي. مع السلامه.